أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نشكو من قسوة في قلوبنا، وعندما نسمع تفسير هذه الآيات ترق قلوبنا شيئا قليلا، ولكن بمجرد خروجنا من المسجد نرجع إلى المعاصي، فبماذا تنصحنا؟ استغفر الله عز وجل، توبوا إليه. وهذا شيء ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له بعض أصحابه أنهم إذا حضروا عند الرسول صلى الله عليه وسلم رقت قلوبهم حتى كأنهم يعاينون الجنة والنار بأعينهم، فإذا خرجوا عافسوا النساء والأولاد وانشغلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بقيتم على حالتكم وأنتم عندي لصافحتكم الملائكة، لو بقيتم على حالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. صلى الله عليك.